مرحبا بالمتابعين ديالنا عبر قناة شو تي في في هذا البث المباشر عفوا اللي من خلاله غادي نشوفوا المعاناة ديال حميد هو ابن مدينة سيدي بن نور اللي عنده إعاقة جسدية الله يشافيه وعنده كذلك مرض مزمن هو القلب وحميد محتاج العملية على القلب. كنتمنى من الناس يبارطاجوا معنا هذا اللايف هذا. كنتمنوا من الاخوان بارطاجوا معنا هذا البث المباشر. حميد هو ابن مدينة سيدي بن نور تيعاني من إعاقة جسدية. رأيت ما يدخل الإخوان وغادي نشوفوا حميد اللي غي يعطينا المعاناة ديالو كما غنتكتبوا معنا في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في قناة الشعب أول قناة إلكترونية المغرب. قناة شوف تي في اللي كتقدم من خلالها مساعدات إنسانية نداءات إنسانية اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كما تنعرفوا على المغاربة قلوب الرحمة قلوب رحيمة. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يكون مع حميد مباشرة على قناة شوف تي في. الان حميد شنو تبغي تقول للناس؟ محسن ولا عاونوا المحسنين. شنو عندك يا حميد؟ عند القلب. عند القلب كما كتشوف معنا اول حاجه غنوريكم الصحة حميد انه راه مقعد راه عنده شلل كما كتشوفوا. حميد عنده شلل كما كتشوفوا. الوضع اللي تعيش فيه حميد هو هذا البيت هذا محالش مع الناس كاع مع حميد محال الناس مع الناس فلوس كاع ما عندكش فلوس. واش كطلب من المحسن؟ عملية صافي العملية ديال القلب. انت ما كتزيدش حميد؟ لا لا ما تزيدش كاع كاين تزيقتي صافي. وهاد العملية ديال القلب غادي شمن اش فيها؟ سمامة. سمامة؟ تقدري تهضري تهضري؟ هاي الأخت ديالو غادي تنوب عليه. إخواني الله يجازيكم بخير. كنطلع معاونة مع الدري عنده سمامة ومشلل وعندو واحد العين ما كيشوفش بيها. كنطلب منكم الله يجازيكم بخير إذا كان شي محسنين يعاونونا ما فحالناش وما عندناش. وخذ خليك معايا جالسين. كما كتشوفوا هاد الأخت ديال حميد أنت الأخت ديال حميد ياك؟ أنا أختو أنا ممكن تعاود تقولي على حميد شنو عنده؟ عنده صمامة ديال القلب طالبين ليه الفتيح وعنده واحد العين ما كيشوفش بها ومشلل مقعد وعير أنا وياه واحد الدري خو صافي ما عندناش ما بحالناش ما كاين لا والدين لا والو. الله يجازيكم بخير. شنو كطالبوا نتوما دابا؟ كنطالبوا المحسنين يعاونونا الله يجازيهم بخير. شنو عندهم العام حميد؟ تكون عنده شي 40 عام. 40 عام ما مجوش مسكين؟ لا ما مجوش. شنو المشكلة عنده تاني في رجلو؟ مشلل ما تينوش بها. تينوش. شنو تبغي تقول للمحسنين المغاربة؟ الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. لكنو شافوا هاد الحالة راه ما يجيش بها. واخا نطر حميد عطيتها حميد. واخا اش بغيت تقول لك حتى الناس الله يجازيهم بخير. هو يعاونوني يعاونوني صافي. ما كنتش نوض كاع. كنا عندي في جيدي وجيدي وجريه. نجي من الحركه مش كاع نجي من الحركه تشوف
شو عمل حالك بس قاعد وش بتقول للمحسن حمد؟ لازم بخير. حمد المجدين. العملية اللي بغيت دير ديالها شنو حمد؟ ديال القلب. ديال القلب الصمام. ما عادش باش ديرها. ما عادش. ما عادش اللي خدام تاع واحد الوحده. ما عادش تاع واحد خدام فينا كاع. لا إله إلا الله. كيعاونوني الناس. كيعاونوني الناس يعطوني. الإخوان كما كتشوفوا هذا حميد. الأخت رشيدة سيدي بنو أختي هذا في الفيلاج. أختي هذا التليفون راه ديالو كاين تما اللي بغى يعاون حميد يتعاونوا معاه الله يجازيكم بخير. حميد راه ولد سيدي بنور ولد البلاد. وكيعاني في الصمت، كيعاني الفقر، كيعاني الهشاشة كما كتشوفوا. مرة أخرى حميد. طلب المغاربة وقول المحسنين باش يعاونوا. نعاون الله يرحمه، الله يجزيه بخير. عطي للأخت ديالك. شنو بغيتي تقولي الرسالة الأخيرة للمحسنين؟ الله يجزيهم بخير والله يكثر خيرهم، كنطلبهم يعاونونا وصافي. هما عارفين الحال كلشي. عاد صح صافي. بغات صح. نعم حميد. صافي. بغات صح. صافي الله يحفظك. وإن شاء الله الله يجيب لك الشفاء. آمين. الله يجيب الشفاء. آمين. كما تابعتوا معنا الإخوان المشاهدين الكرام، الناس اللي عندهم القلوب الرحيمة والناس اللي في قلوبهم الرحمة والمغاربة، تنعرفوا احنا المغاربة، الله يجازيكم بخير. حميد راه معروف الناس اللي بنوا الأخ ديالو، الأخ ديال خوه راه سلامة اللي كان مع قديم مسكين مع مجموعة ديال الدقة المراكشية، الأخ ديالو مع مجموعة واد البوعزاوي. كنتمنى من الإخوان اللي تعرفوه والناس اللي ما تعرفوش الله يجازيكم بخير. حميد راه من ذوي العقار التائم وعاق مرجليه ومن إيديه كما كتشوفوا معنا، أنت يعني راه عنده إعاقة، وغادي نحاولوا باش حميد غادي نخرجوه برا باش تأكدوا أن تشوفوا الإعاقة ديالو. كما كتشوفوا حميد يعني راه مقعد. حميد مقعد هو الكرسي ديالو. هاني خرجيه هنا، خرجيه هنا كما كتشوفوا. حميد راه يعني مقعد مع حميد من ذوي الاحتياجات الخاصة. كنتمنى من قلوب الرحيمة أنهم يشوفوا من حال حميد. كما كتشوفوا السي حميد هو متابعينا الكرام، من هنا من مدينة سيدي بنور نوجه نداء إلى هذه الحالة الإنسانية اللي حميد شخص مقعد، يعني كما كتشوفوا مسكين ما زحف ما كيمشيش، اللي عنده إعاقة جسدية لا في الإيد ديالو لا في الرجل ديالو، كيعاني في الصمت، باغي يدير عملية على القلب. كنتمنى من المحسنين يوقفوا في جنب حميد. حميد اللي كما كتشوف فيه هو هذا، كيقول لك غير الاخت ديالو حتى هي مسكينه تقهرات ولحني الله يرحمه. كما كتشوفوا حميد يعني مسكين الحسره والدموع حميد. شوف يعني كنتمنى من الخوتين المغاربه كنتمنى الناس اللي شافوا حميد وحميد كيبكي الله يشافي مسكين، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى.
من هنا من مدينة سيدي بنور من عند حميد كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وكنتمنى أن يلقى حميد النداء ويلقى القلوب الرحمة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.